وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان سمونا شخصية مثل ما وقعنا. أما باش نعادي إحنا إنسان نصير خوارج، خوارجنا نعادي أخلنا أخطأ في اللفظ أو أخطأ من وجهة السياسية، فهذا في أخبث البدع في الدنيا. ولا توجد طائفة ولا يوجد أحد من الصحابة ولا من تبع الأئمة المسلمين يوافق على هذا أبدا. هذا أجهل الجاهلين الذي هو يعمل العمل هذا، وهذا يعمله الخوارج الإباضية إذا، ولكن في الكبائر مش في الصغائر، ولا في الخطأ، يعني الخطأ في السياسة ولا خطأ في الفهم، لا حاشا. الخوارج ظهر إنسان كذب أو ظهر خلاف وعد أو ظهر عليه خداع لأخيه الخارجي الإباضي، يبلغ للرئيس والرئيس يأمر به يجري ذلك الشخص، فهو في الحين يتوب، ولكن حتى بعد ما يتوب يعني لا يرده إلى مكانه. فرض عليه أن يصلي في الصف الأخير ولا يكلمه أحد أبدا حتى تمر السنة وتصدق توبته ويصدقوه في توبته على أنها توبة النصوح، خلاص ما يرجع شيء، يعود يرجع له مكانه كما كان. وراء سنة الخوارج الإباضية هذه، ومحت أقبل، لأن هذا الذنب الكبير كذب أو خداع أو زنا أو نحو ذلك. ما خطأ ما قلبه لا عاقل ولا مسلم.